حتى هنايا ديما تنخدم كل موسم تنخدم هنايا. كنشكروا مدير المركب رئيس المجلس والدراري اللي صارين على هذا المركب هذا باش يتوز ظروف جيده والسلطه المحليه وكل شيء وسيادتكم حتى انتم قمتوا بالواجب مره مره تجيو تشوفونا اخويا الاقبال هنا عرفتي راه كل شيء تيجي الترويش اللي عنده واللي ما عنده كل شيء تيهم وخا لا بيسين تعطل هذا العام هذا ما حنا عارفين الوضعيات الجفاف وفهمتيني اخويا على حسب على حسب تيجي اللي عنده تيعوم واللي ما عندوش تيعوم حتى هو كيقولوا وهاد الناس هادو راه قايمين بالواجب في احسن ظروف سيرة كاينه هنايا هذا اللي مفتوح هنايا 10 دراهم هي اللي كاينه وكاينه هذوك تاوي الحوايج وهذاك الشيء الدراري اللي عنده تيتعاون معاهم باش تينقيو هذاك الشيء واللي ما عندوش هانيه لا ضروري الولي الامر ديالو ضروري ولي الامر ديالو ضروري لا في وقت اي واحد داخل لابيسين ضروري تيتقلب كما كان كبير شانو ولا صغير شانو ضروري تيتقلب في الباب الرئيسي تلمسبح اللي يكون مدخل معاه شي حاجه شي لوازم ماشي هي هذيك كاينين القوانين تتقدمها السلطه المحليه مشكوره كاينين القوانين وكاينين الاجراءات وكاينين الدراري تيتعاونوا معنا وكاينين بعض الكليان تيجيو هي كليان تيعوموا راه حتى هما معنا الولاد لولادهم والبنيات حتى هما اللي تحرش بهم شي حد حتى الساعه الحمد لله والشكر لله ما كاين والو ولا كانت شي حاجه راه غادي نقوموا بالواجب وكاينين رجال الوقايه المدنيه الله يجازيهم بخير هذا الفضاء اخويا حنا ما كرهنا فيه يكونوا فيه شي سته المسابيح هذا المركب هذا ما اللهم بارك انت شتي وكاينين الدراري صغار وكاينين عائلات كاين اللي تيجيبوا وليداتو وكاينين الناس قومين حنا ما كرهناش يتزادوا مسابيح في هذا المركب ما بغينا حنا تيرانا الكره وهذاك الشيء راه كاينين تيلعبوا فين ما تيمشيو تيلعبوا بينا مسابح بحال هاد الحراره اللي اللهم بارك يا الله راني راه ما الناس وقرتي شي غادي تعوم هنايا تنبداو خويا تنكونوا هنايا للعامله تنطلقوا تنكونوا حنايا هنايا مع 8:30 الصباح تنطلقوا الدخول مع 9 تنساليو مع 11:30 هادشي في الصباح الجوج ل 11:30 تيكونوا للعامله هنايا متناجرات وكل شيء والجوج تنبدا جو 5:30 تنساليو ان شاء الله في العشاء لا المسابيح كل جروب هنايا كل جروب هنا تيتكلف المسبح ديالهم هنا بحال هنايا كاينين الدراري تينقيو حتى تيخرجوا الناس اللي عاموا هذاك الشيء وتينقيو دقه دقه وتينقيو تيديروا سانيكروا وتيدو الجابير حاشاك الشتاء السلام عليكم معكم محمد ميتناجور في لابيسين ديال الخميس سبح من الوقت الحمد لله لابيسين جا في واحد الوقيته اللي الحال سخون بزاف الناس بزاف تيجيو عندنا في لابيسين نظرا للصاد اللي كاين في البيوت المغربيه المراكشيه والحمد لله احنا كل شيء تحت السيطره كاين هنا البوليس كاينين القوات المساعده كاينين الناس اللي خدامين هنا مع الامن حتى هما تيتعاونوا اي واحد بيجي شي صاره كيلقى الناس هنا خدامين ما كاينش شي حاجه اللي تيرا هنا كيتوفر على جوج لابيسين طول 125 متر على 15 في هذا والاخر اكبر حجما وهذا الشيء اللي كاين هي كاين بزاف ديال الشروط منها ملابس سباحيه مناسبه للابيسين منها سميتو الكلام الجيد ما يكونش تخسر الهضره ما يكونش تساره ما يكونش بزاف الحوايج حالات غرق كثيره نظرا للاطفال اللي كيتلاحوا هنا بلا ما يعرفوا حتى شي حاجه ولكن الحمد لله اللي ميتناجور اللي كاين هنا كلهم دايرين خدمتهم تنضلوا رطر حتى البال على ودوك الحالات الغرق الحمد لله ما عمرو وقعتنا شي حاله اللي خطيره ديما تنجبدوا الحاله قبل ما توصل لشي حاجه اللي خايبه وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي